مرحباً مشاهدينا الكرام وياكم حلقة جديدة من ستوري كاست وأنا وياكم فادية صائب وحلقتنا اليوم تتكلم عن الغذاء الصحي وأيضا أي شخص يعاني من أمراض معينة لازم يتبع حمية صحية مناسبة له وأيضا الأشخاص اللي يبحثون عن وزن مثالي اليوم راح نتكلم عن كل هذه الأمور مع الأخصائية التغذية نادية سرحان نورتينا أهلا وسهلا بك حبيبتي؟, حبيبتي. الحمد لله تمام حياتي أول سؤال أسئلة هي أنت ليش اختارتي هذا المجال؟ التغذية آه بالبداية كاختصاص أكاديمي هو بعيد كل البعد كان عن اختصاصي اللي درسته بالجامعة آه أنا تخرجت من كلية الهندسة وقسمي كان آه هندسة ليزر وبصريات بس بعدها آه اتجهت للغذاء الصحي لأنه الغذاء هو الوقود الأساسي لجسم الإنسان صح وإحنا كلش بالآونة الأخيرة أو ما قبلها التوجه كله صار على المطاعم الغذاء السريع السرعه الحياة صارت سريعة فالإنسان صار يعاني من أشياء لا تعد ولا تحصى بسبب نوعية الغذاء اللي يستهلكه وأبرز شيء يعني يوضح لنا هذا الشيء هي بلشت بالسمنة بس السمنة هي مو الشيء مو تارجت مو الهدف السمنة هي البوابة اللي راح تاخذ الجسم الغير صحي لهواي أمراض حسنا. كان ممكن يستغني عنها أو يبتعد عنها لو كان محافظ على نمط حياة صحي ويمارس عادات غذائيه صحيه طيب لو انتي ما اختارتي هذا المجال وين كنا بالهندسه تستمرين لو شنو لا انا درست الهندسه بس فعلا لقيت نفسي بهذا المجال لانه بي انه انت ده تقدم خدمه حقيقيه صح. تلامس صحة الإنسان اللي هي نقول إحنا جوهرتنا بالحياة يعني هواي ناس يمكن تبحث عن هواي أشياء تحس إنه هي النجاح هي التارجت هي الهدف اللي تريد تحققه بس فعلياً إحنا بدون الصحة أي مكان راح نوصل له ما راح ي... ما راح نكون سعيدين لأنه إحنا ما عندنا الصحة. فانت بكل مكان وياك صحتك انت هنا دا تستند على كنز حقيقي السند الحقيقي موجود وياك فالحمد لله لما شفت انه المجال هذا يلامس ويفيد الناس بشيء حقيقي يعني يمس صحتهم هنا صدق انا لقيت نفسي بي يعني عن حب اختارت كلش هذا كلش أي طيب شنو هو الأساسيات اللي يجب إنه يتبعها أي شخص حتى يكون وفقا لنظام صحي متزن ومتوازن الطبيعة يعني الأشياء الطبيعية أول ما نفكر إحنا بنمط الحياة الصحي لازم نلجأ للطبيعة نشوف النباتات نشوف المنتجات الحيوانية نشوف ال... الأشياء اللي الأصلية يعني اللي وجدها رب العالمين وانخلقت بالطبيعة بشكل طبيعي, بشكل طبيعي. هاي البوابة يعني معناته أنه أنا لازم أطبخ يعني ماكو شيء اسمه أنا أريد أكون صحي وأني 24 ساعة أخذ المواد المعلبة والمصنعة والجاهزة واللي ما أعرف منه طابخها وما أعرف شنو مكوناتها هاي البوابة الأساسية أنه أنا لازم اعرف شلون اجهز اكلي مم. هاي مفتاح لكل شخص يريد يبلش بنمط حياه صحيه زين بخصوص المعلبات وغيرها طبعا هوايه هسه نشوف انه ينطوها الاطفال المعلبات تدرين كلش بها اضرار خطيره ممكن نطرق لهذا الموضوع بشكل اكثر طبعا المعلبات ان وجدت للاشخاص اللي ما عندهم وقت أو وجدت لظرف معين يعني إحنا لما نجي على أي شيء على الإنسان يصنع لحاجة معينة بس ما ينطوها هالأطفال. بالضبط اللي صار شنو إنه حتى الشخص القاعد بالبيت صار يستهلك هاي الأشياء بكثرة في حين هي وجدت يعني أنا المعلبات إذا أخذتها بظرف معين كمية محدودة وقت محدود ما بها ضرر يعني هي مو سامة بس كوني أستهلكها بشكل كامل وأبتعد عن المواد الطبيعية وأبدي أدخل الجسمي تعرفين أنت المعلبات حتى نحفظها نحتاج مواد حافظة المواد الحافظة هي مواد كيميائية إحنا ده نحكي على جسمك ده يستهلك أكل فأكيد الكميات كبيرة إذا كنت معتمد على هيك نوع من الأطعمة أنت دا تدخل مواد مصنعة كلش كميتها كبيره وبالتالي هنا راح يبدي يصير الضرر يعني احنا اي اكل موجود فهو مصرح يعني بنسبه امان بس بكميه معينه بس من يبدي يزيد عن حده راح يتحول الى ضرر حقيقي بصحتنا وخصوصا الأطفال يعني إذا تعلموا من الطفولة على أكل مصنع وأشياء معلبة وأشياء كلش مالحة وأشياء كلش حلوة هنا بعمرهم ما راح يتقبلون طعم الأكل الحقيقي طبعا مو بس هيك أكيد لح يصاحب هذا الشيء أمراض معينة بالكبر لأنه أهم شيء إحنا الطفل هو أساس بالضبط، اللبنة الأساسية، <applause> أنا لما أجي خصوصا التعلم واحنا دائما نقول التعلم بالصغر كالنقشة على الحجر، الطفل إذا هو وصغير استلذ بالأشياء المالحة مثل الشبس أو الأشياء الحلوة مثل الحلويات، بعد ما راح يعرف الطعم الحقيقي للفواكه، راح يحسها باهتة، راح يحسها بدون طعم، ما راح يقدر ياكل خضار، ليش؟ لأنه هو ده ياخذ كمية صوديوم من الشبس والأشياء الموالح بكمية تاثر على الدماغ هنا لما دماغ الطفل او الخلايا العصبيه والمستشعرات مالته تاخذ الاشياء الكلش حاده راح تصير الاشياء طعمها طبيعي وبسيط ما يجب ذوقه فهم بعد ما يحب يعني قد ما يحاولون الأمهات وراها يدخلون الأكل الصحي راح يكون بدون طعم وباهت ويعتبره مو طيب إما إذا الأمهات بلشت بعمر الست أشهر تهرس البوتيتا تهرس الجزر تسوي شوربة التمن الروز تضيف لها خضار مثل البروكلي تضيف الخضار هاي اللي تكون تنهرس وهضمها سهل هنا راح يبدي الطعم الصغير الموجود بالخضار يصير عنده طعم لذيذ ومن يبدي يكبر ما راح يقدر يتقبل الأطعمة الكلش حادة فتشوفين أكو أطفال من الصغر مترب يعني متربين بطريقة أكل مهروس أكل بيت بالخلاط فاكهة ما يتقبل الحلويات ما يتقبل الشبس ما يقدر ياخذ الطعم الكلش حاد وهنا تجي صدمة غير أطفال مستحيل يتقبلون الأكل العادي يدورون كله فاست فود لانه يكون مليان بالمنكهات اللي اصلا تعودوا عليها من هم وصغار فاكيد اللي يريد يبدي يبدي من الطفل من عمر الست اشهر يعني ماكو شيء اسمه ست اشهر اني ابدي اجيب السريلاك واجيب الفواكه الحلويات والكيك والسكر لانه تقريبا بكل دول العالم احنا لحد عمر السنه الطفل ما يصير ياكل لا شكر ولا ملح اثنينهم ما يصير يذوقهم لأنه حتى يستشعر الأكل الطبيعي. إذا من البداية لسانه أو البراعم مال التذوق أخذت السكر بطعمه الصريح والملح بطعمه الصريح ما راح يقدر يتقبل الأكل الطبيعي. راح يبدي يدور نكات عالية صوديوم هواية وهي هاي بوابة الأمراض كلها. فنبلش وياهم من الطفولة طيب نجي على المشروبات الغازية والشيبسات وأيضا النساتل شنو أضرارها بخصوص الطفل نقول عبر السنة مثلا شنو أضرارها وشنو ممكن نستبدلها إذا الطفل بعد تعود عليها أول شيء إذا الطفل كلش متعود يعني بعمر مثلا نقول بعمر المدرسة احنا قبل شوية كنا نحكي على الرضع صحيح. يعني انه اني ابلش وياهم استيب حقيقي خطوات صحيحه حتى بعدين من يكبرون جسمهم يبدي يعارض هاي الاشياء باعتبارهم يحبون الاكل الصحي اما اذا كان الطفل واصل مرحله خلاص هو متعود واريد ابلش وياه نقننها يعني اني اجي اقول اكو نظام هو نظام المرونه اللي هو انت 80% تحافظ على اكل شخص صحي و20% ممكن يكون من الأشياء الموجودة المو صحية ومتعودين عليها فأني إذا أريد هو يحب تشبس أنا أجي أقول له إيه ثلاث وجبات صحية وتشبس ما راح يسوي لك شي بس أنا مو أنطي تشبس العصر وبالليل يطلب بريزو هنا الفاست الفاست فود وهي الأشياء اللي المصنعة أو السكريات أو الموالح لما نصير على طول اليوم هنا راح يبدي ياخذ سعرات فارغة يعني راح يبدي ياخذ السعرات المحتاجة من أكل مو صحي وبالتالي راح يصير عدة زيادة بالوزن بس هو جسمه فارغ من المغذيات يعني هو ما مغذي جسمه يعني ما ماخذ الأشياء الاحتياجات الأساسية من البروتينات الدهون الصحية الألياف من الخضر الفواكه بس هو شبعان لانه دا ياخذ اشياء فارغه لذلك احنا هواي ناس تستغرب لما يشوفون ام طفلها شويه دبدوب تقول بفقر دم الناس تنصدم تقول شلون طفل سمين شلون عنده فقر دم هو اكثر انسان يكون معرض لفقر الدم هو السمين لانه هو صار عنده زياده بالوزن من الاكل اللي ما بيه مغذيات <applause> يعني هو دا ياخذ اكل هواي مو صحي ما بيه نسبه حديد ما بي بروتينات ما بي أحماض أمينية وبالتالي ده تكون عنده سوء تغذية وهو عنده زيادة بالوزن وهاي المعادلة الصعبة يعني هنا انت شون راح تبدين تقنعيها تقنن الأكل أو تمنعه احنا المنع ضده أنا من بلشت بهذا الاختصاص لأنه المنع معناه مثالية والمثالية احنا كبشر غير قادرين على تطبيقها لذلك لازم نحقق التوازن يعني أنا أجي هواية يشتركون عندي أمهات الأطفال هم بالمدارس فتقولي حبي حبي حب نسوي له الأكل الصحي يتريق خبز صحي إذا أسمر بعد أفضل بألياف بي ياخذ بيض ياخذ جبن وخلي ياخذ نستلايا صغيرة للمدرسة من يشوف الأولاد ماكو مشكلة بس, بس أنه أنت تدزي للمدرسة يتريق عصير وكرواسون لا هنا أنت يعني حرفيا هو مدى يستفيد من الأكل مجرد ياخذ سعرات فارغة بدون أي قيمة غذائية وبالتالي رح يكون كلش معرض لزيادة الوزن بس جسمه فارغ من جوه تركيز ماكو نعسان طول فترة الدوام الدرس اللي يحتاج نص ساعة حتى يفهمه لانه دماغه مشتت وما عنده القدره على التركيز أكثر دي صح. طول اربع ساعات ليش بسبب كميه السكر العاليه اللي ياخذها يكون دماغه هايبر احنا نقول عدي. عنده فرط بالحركه فرط بالنشاط بدون تركيز مشتت فاذا الام بلشت تقنن هاي الاشياء ما نمنع لانه المنع يجيب شراها يعني انا اليوم اذا منعتش قد حسيطر عليه ما يروح البيت جده شقد حسيطر عليه ما يقدر يشتري من الشارع شقد حسيطر عليه ما يمر بعزومة أو طلعة بس إذا فهمت أنه إحنا إذا أكلنا الوجبة ممكن ناخذ حلو صغير وراها هنا أنا راح أكون دا أقول له أنه هذا الأكل لتغذيتك وهاي القطعة الحلو هي لنفسيتك أنت ما محروم يعني ممكن نعطيك اني بس بشرط انه انت ما أخذ اساسيات الغذاء يعني ما أخذ قطعه لحم او دجاج بالغدا تمن اني مو اجي اكل ماعون تمن ووراها اخذ حلويات لا انت لازم اني اشرط علي تاخذ قطعه البروتين اللي هي هاي اللي راح تكبرك هاي اللي راح تغذي جسمك ووراها بالعصريه عود ممكن اني انطيك فد قطعه حلو تحبه صح هنا اني اقدر اوازن طيب دكتوره بخصوص الاطفال اللي يعانون من سوء التغذيه اذا الام حابه انه يكون عندها نظام غذائي لابنها هل كل طفل يختلف النظام الغذائي عن الاخر لو هو يعني نظام غذائي واحد ويمشي على الكل النظام الغذائي كمغذيات اساسيه ما يفرق يعني انا اليوم لما تجيني انشر بالصفحه مثلا عام ما يفرق راح نختار مصادر الغذاء الأساسية اللي هي تقريبا خمس مجاميع مصدر حبوب مثل روز تمن او شوفان او خبز بنوعي حتى اسمر او ابيض ما عندنا مشكلة وراح نختار مصدر بروتينات هذا الشي اساسي ثاني اللي هو دجاج لحم اسماك بيض. أي مصدر بروتينات ممكن يكون متوفر عند العائلة أو الأم تقدر توفره وراح نختار مصدر للدهون الصحية كزيت زيتون للطبخ قطعة شحم أنا طابخة بيها المرق مثلا مكسرات أي مصدر دهون صحية أقدر أضيفها بالوجبة وعندي خضار وعندي فواكه هنا أنا حققت منو خمس مجاميع غذائية أفهم الشخص أنه هاي لازم تكون موجودة بوجبتك حتى تستفاد من كل الأشياء سواء مغذيات كبرى أو مغذيات صغرى أنت تكون تأخذ احتياجك اليومي أما شون يختلف النظام؟ النظام هنا راح يختلف حسب الطفل هو يأكل يعني أنت ما تقدرين أنت عندك إذا عندي أخوة اثنين بالبيت كل واحد أكله شكل صحيح. فهنا النظام الغذائي يختلف حسب تفضيل الشخص يعني هذا الشخص شنو يحب ياكل شنو طريقة الأكل أو شنو طريقة الطبخ اللي يحب ياكل معتمد على ساندويتشات معتمد على أكل بالفرن شنو تفضيله هنا نبدي نسوي النظام الغذائي المخصص للشخص بس بالمجمل كمجاميع غذائية أساسيات التغذية أكيد متشابه ما عدا طبعا إذا كان الشخص يعاني أو الطفل من حالة مرضية معينة سواء عنده لا سمح الله مقاومة أنسولين عنده سكر نوع أول أو نوع ثاني عنده تحسس جلوتين أو مرض السليلاك أو الداء البطني اللي الخبز يكون مؤذي عليه فهنا إحنا نفصل النظام الغذائي للشخص على حسب اللي يقدر يطبقه والصح يعني ندمج بين اللي هو متعود عليه وبين الأشياء الكلش صح وراح نلقى لابد ما نلقى نقطة وسط نقدر احنا نطيه مغذيات ويقدر يطبقها يعني مو شي هو أبد ما يحبه وما متوفر عنده لا نلقى هذا دورنا يعني دور كأخصائية تغذية أنه أنا ألقى المكان أو النقطة الوسط بين النظام المثالي وبين حياة الشخص اني يعني ما اقدر اسقط عليه مباشره النظام الغذائي المثالي الموصى به من مثلا منظمه الصحه العالميه وغيرها لانه هو ما راح يقدر يطبقه هو حياته عشوائيه مثلا اغلب اكله بالمطاعم اغلب اكله شيبس اغلب اكله كيك فهنا اني يعني دوري القاله النقطه الوسط اللي اضمن انه هو دا مغذيات وبنفس الوقت هو ما ملان هو ما ينتظر النظام يخلص بفارغ الصبر هو راح يقدر يستمر هنا النقطة الوسط أنا أسميها الشطارة أنه إحنا نلقى هاي النقطة طيب كل نظام غذائي قد مدته أنه يستمر دائما اه إذا كان عندنا هدف راح يكون أكو مدة يعني مم. إذا أنت حابة تخسرين وزن فإحنا راح لك السعرات الحرارية ال... حد معين لحد ما توصلين الوزن اللي تريديه ونرجع نرفعها، بس كنوعية غذاء صحي لأ أكيد ما إلها مدة، يعني حتى أنت لأنه ليش ما إلها مدة النظام الغذائي الصحي؟ لأنه أنت صحتك ما إلها مدة، أنت ما راح توصل عمر معين وتقول أنا ما أريد صحتي، إحنا لحد ما نموت نحاول صح. قدر المستطاع نكون بصحة جيدة. صحتنا مفاصلنا اعضاء جسمنا تسندنا شايفه احنا نقول الان يعني امنيه كل انسان بالحياه انه هو ايش قد ما رب العالمين مطيع عمر يقضيه بصحه وعافيه صح. فهذا الشيء مرتبط ارتباط وثيق بنوعية الغذاء اللي إحنا نتناولها فالنظام الغذاء الصح أو الصحي ما إلى صلاحية لأنه أنت ما بيوم من الأيام راح تقولين أنا ما أريد صحتي بس أنا أريد... ممكن أنه حتى ما يصير ملل مثلا الغذاء الصحي بأركان أساسية وأطبخي بالطريقة اللي تحبيها أكيد يعني أنا حكيت على المجموعات الغذائية الخمسة وأنت أطبخ بالطريقة اللي تحبها أنا عندي خبز أسمر بالوجبة أو توست أبيض مو إلا أسمر أكو ناس تقول لا ما أريد خبز أسمر وأسمر مو طيب أو شي مو شرط أنت تقدر تأخذ خبز أبيض عادي وإحنا ليش دا ناخذ أسمر على مود الألياف أنت تقدر تأخذ سلطة وياه ماكو مشكلة أنت هنا لازم تكون شاطر تتفنن بالمجاميع الغذائية شون تأخذها يعني أنا مثلا تجيني أم تقول ابني أنا ما يأكل بيض عادي أقول لها شنو المشكلة جيب البيضتين خفقيها ويا شوية حليب وضيفي عليها طحين شوفان أو طحين أبيض عادي وسويها بانكيك حطي لها عسل مم. بيضتين صارت يعني هي صح. كانت ما تتخيل إنه هو بعمره ما ماكل ما بيض لا أنت بيضتين وخاشوكتين طحين وشوية حليب خاشوقة عسل صار بانكيك بالعكس يتمنى يومية تسوي هي صح لو لا صح. فالتنويع بالأكل ورا ما نفهم المجاميع الغذائية هو السر اللي يخلينا نكمل يعني أنا اليوم لازم أكون شاطر بالطبخ ليش بالبداية أنا قلت لك البوابة هي الطبخ يعني البوابة هو تحضير الوجبات هو فهم أنه الأكل اللي لازم ناكله يكون نظيف يعني أنا أسوق مسواق فريش وأجهز وجباتي هنا أنا حطيت رجلي على أول درج بالحياة الصحية صحيح بالضبط طيب ننتقل من الطفل إلى الكبار ولحنا نجي نحكي <applause> عن الحمية القاسية هو هي أكو أشخاص سوون ريجيم كلش قاسي هذا شنو مضارة على المدى البعيد مضارة أنه يعني أول مضار هو المضارة الصحية لأنه الآن إحنا نعرف أنه النظام الغذائي أو الأكل اللي ناكله هو وقودنا حتى تشتغل خلايا جسمنا واعضاء جسمنا بالطريقه الصح تحتاج الوقود مثل السياره سياره انا حتى تمشي تحتاج الوقود مالتها فاني جسم احتاج وقود حتى امشي الوقود او الطاقه هي الاكل فاني اذا حرمت جسمي مده معينه من الطاقه بهدف شنو بهدف خساره الوزن اكيد شلون راح اقدر امارس يومي شلون راح اقدر اقوم بالمهام اللي المفروض اسويها وش قد راح اصمد يعني الصوم المتقطع من ضمن من ضمن الحميات القاسيه تعتبري الصوم المتقطع هو نمط حياه بالاول وبالاخير اللي يحدد انه اني حميتي قاسيه هو كميه الاكل على مدار اليوم يعني اذا اني مثلا كميه اكلي مناسبه لجسمي واريد اصوم صوم متقطع بهدف صحه الجهاز الهضمي ماكو مشكله بساعات معينة طبعا تختلف من شخص لشخص لأن الصوم لمدة طويلة مؤذي للهرمونات بشكل جدا كبير، وهواية من السيدات يفقدن الدورة الشهرية بسبب ساعات الصيام الطويلة، الهرمونات تتأثر بشكل جدا كبير، لذلك أني ويا كل منشور أنزله يخص موضوع الصيام المتقطع، نصيحة لكل البنات والسيدات ما يتجاوزون أربعة عشر ساعة صيام ضمنها ساعات النوم. 14 ساعة أكثر ممكن تأذين هرموناتك ودورتك الشهرية وبالتالي ممكن تلخبطين الجسم كله فصيام 14 ساعة جدا كافي بالنسبة للسيدات أو الإناث بصورة عامة بالنسبة للرجال فعادي 16 ساعة وأكثر مو مؤذية عليهم يعني حسب التجربة مو مؤذية بس البنات لازم يحتاطون من هذا الموضوع إما كون الحمية نفسها صيام متقطع تنزل وزن فهذا الشيء مو صحيح نهائياً ليش؟ لأنه دائماً إحنا برمضان الصيام 16 و 17 ساعة وأغلب الناس تطلع سمنانة صح؟, صح وهو صح. صيام جاف حتى مو صيام متقطع بسوائل ومي السبب هو كميات الأكل يعني أنت ساعات قليلة تأكل بها كميات أكل مبالغ بها وبالتالي أنت راح تكون معرضة لزيادة الوزن هالشيء يأكد لنا أنه الصيام المتقطع المفروض يكون هدفه صحه الجهاز الهضمي او حتى اني انام بطريقه افضل انه اني اقطع الاكل قبل النوم بثلاثه او اربع ساعات. جيد طبعا. هاي الطريقه انا دا اخذ فوائد صحيه من الصيام المتقطع، مو عجز بالسعرات وانزل وزن بطريقه قاسيه وطريقه غلط. اللي يحدد نزول الوزن هو كمية الأكل اللي أنا أتناولها طول اليوم إذا أنا صايم متقطع أو ما صايم متقطع إما كصيام متقطع فعنده فوائد صحية كلش حلوة وينظم النوم ينظم الشهية ينظم مستوى الأنسولين بالجسم يعني الأشخاص اللي يعانون من مقاومة أنسولين من لخبطة هرمونات ممكن يصومون 12 أو 14 ساعة صحتهم إن شاء الله تكون أفضل إن شاء الله طيب حنتكلم عن الح... حساسية الحنطة بس بعد فاصل قصير وراجع لكم أكيد ورجعنا وياكم بعد الفاصل رح نتكلم أكيد عن حساسية الحنطة بس قبلها رح نرجع ونسأل سؤال على الحمية القاسية كيف تؤثر الحميات القاسية على صحة القلب والجهاز الهضمي الحميات القاسية أه كل شهواي لها تاثير سيء على الصحه لانه قبل فتره قبل شويه همينا حكينا عن وضع الحميات القاسيه ويا طاقه الجسم يعني انا اليوم حتى أؤدي مهامي بصوره صحيحه لازم اني اكون مجهز طاقتي زين يعني آني لازم اكون ماخذ وجباتي بطريقه صح حتى اني اكون ماخذ الطاقه اللي احتاجها صح الوجبه المتوازنه هي اللي تضمن انه اني تكون عندي طاقه مستدامه على مدار اليوم الوجبات اللي تكون عاليه بالاشياء الغير صحيه سواء سكريات او دهون مهدرجه هاي ممكن تنطيني طاقه وقتيه يعني طاقه سريعه مؤقته وبعدها تنخفض بس الأضمن إنه أنا تكون وجباتي صحية ومتوازنة حتى آخذ طاقة على مدار اليوم اللي يصير بالحميات القاسية شنو؟ إنه أنا آخذ كمية أكل جدا أقل من اللي يحتاجها جسمي حتى يشتغل وبالتالي هذا الشي رح يأثر على أدائي طول اليوم دوخة صداع نحول آه، الإنسان يحس نفسه مشغول 24 ساعة يفكر بالجوع يفكر انه هو شنو سوى شو وقت راح يخلص هذا الدايت وراح يوصل للمكان اللي يريده ويرجع ياكل كميات اكل بطريقة جدا مبالغ بها وبالتالي الحميات القاسية ضررها مو فقط وقت الحمية القاسية يعني لو انه انت شخص مثلا عندك زياده بالوزن اكيد عندك دهون مخزنه بجسمك ووقت الحميه القاسيه الجسم ما راح يغلب راح يطلع دهون يحرر دهون للطاقه ويصرفها بس اللي يصير ما بعد الحميه القاسيه انا ورا الحميه القاسيه ايش راح يصير بجسمي انا طالع من مجاعه فراح راح اجي اوصل على كميات اكل انه مثلا خلينا نقول اكثر شيء سووها البنات عندي حفله عندي موعد عندي فستان عرسي قريب عرسي هاي الاعذار اللي كلش بسيطه وبالتالي تلقيها مجرد ما خلصت من المناسبه لانه هي هدفها كان مو صحي من النظام الغذائي كان هدف مؤقت اول مم. ما خلصت المناسبه رجعت تاكل بطريقه جدا مبالغ بها حتى تعوض اللي صار بجسمها هذا الشيء يسبب تلب بالجهاز الهضمي مو طبيعي يعني انا كنت كل شيء ما اكل فجاه خلصت الهدف ما اعرف شلون يخلص وارجع اكل بكميه كلش كبيره هنا راح اسبب ضرر للبنكرياس لانه كان مرتاح ما كنت اكل وبعدها صرت اكل بكميات كلش كبيره وعده مرات هنا راح اني 24 ساعه مخلي هرمون الانسولين صاعد وبالتالي هذا جهد سريع محمل على البنكرياس على الجهاز الهضمي سوء هضم عسر هضم انتفاخات تلبك معوي بدل ما اكون دا استمتع اني انه اني اخذت وجبات مفتوحه كبيره لا راح اقضيها كلها الم كلها انتفاخ وما بعدها شي يصير انه الوزن راح يرجع يعني اذا اني طلعت من المجاعة اللي هو الحمية القاسية على أكل كلش هواية وأنا معتبرة أنه خلاص وصلت الهدف أو وصلت الوزن الأريدة راح أطلع من الحمية بطريقة غلط تأذي أعضاء جسمي وتأذي جهاز الهضمي وتروح الهدف يعني الوزن راح يرجع وبالتالي راح يدخل الإنسان بموجة سمنة نزول وزن سمنة نزول وزن دوامة إلها أول ما إلها آخر بالاخير راح يوصل الشخص النقطه يحس انه ماكو اي شيء يفيده في حين هو من البدايه سلك الطريق الغلط يعني هو ما جرب يعني انا اليوم عندي منطقه اريد اروحها انا رايح بغير اتجاهات وانا اقول مدى اوصلها مدى توصلين المكان اللي تريدين بالضبط يعني انا رايحه للشمال بس انا اطلع مره غرب مره جنوب مره جنوب غرب، مم. انا يوميا طالع بوجهه معينه بس انا ما 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 سالك الطريق الصح اللي مم. فعلا راح يوصلني، فشنو المغزى من سلوك عده اتجاهات مو هي اللي توديني للمكان الصحيح، هذا الشيء هو اللي ينطبق حرفيا على الحميات القاسيه، ما راح توديكم لاي مكان، بالعكس احنا دائما نشوف ناس اوزانهم فوق المية مية وعشرين ال الانسان اللي ما عنده خبرة او مو بداخل هذا المجال يتخيل انه انا وياك نشوف هسه شخص عنده زيادة بالوزن انت بعيدة عن هذا المجال راح تتخيلين انه هذا طول عمره سمين بينما انا اول ما اشوفه راح اعرف انه هو صار لسنين مسوي دايت صار لسنين يجوز أول مرة قرر يسوي دايت كان وزنه سبعين نزل للخمسة وستين بطريقة الحمية القاسية ورا ما صار خمسة وسبعين عاف السبعين ورا ما عاف الخمسة وسبعين صار ثمانين قرر ينزل مرة ثانية وين نزل سوى دايت كلش هواي نزل للسبعين اللي كان بالبداية قبل سنتين بيها فالفكره وياهم شنو انه هم هذول الاشخاص هم طول عمرهم اصلا مسوين دايت واكو ناس من يسمعوهم يتفاجؤون لا انت شكلك مو مال دايت بس هو حرفيا حرفيا هو مقضي عمره بالدايت يعني سنه بعد سنه ما يرجع لنفس النقطه يرجع النقطه اكبر ما يرجع وبالتالي هذه السمنة المية وعشرين أو مية وثلاثين كيلو تلقيها هم من عشر سنوات عايشين بدوامة الدايت بس الدايت القاسي اللي كل ما يطلعون منه يزيدون أكثر من التشانا وبيفد خمسة وبالتالي هاي رسالة لكل شخص يشوف البرنامج انه هو يعرف النزول المؤقت اللي ما بيخطه لا تنزلوه من الاساس لانه ما بعده راح يكون أسوأ إذا ما عندك خطة شنو تسوي من تخلص الحمية، لا تسوي حمية، شنو الخطة؟ الخطة إنه إنت تشوف الحمية تنفع تكون مستدامة لو لأ، هاي الحمية اللي أنا راح أطبقها ينفع أعيش عليها حياتي سويها، ما ينفع حارمتك من كل شي يجوني أشخاص آني حماس البدايات، تقول لي ست أني مستعدة أقطع الخبز والتمن بس أنزل وزن. انا هنا اعرف حماس البداية اقول هش قد تقدرين تقطعيهم عادي شهر شهرين حد ما انزل ماكو داعي تقطعيهم ناخذ الكمية اللي نحتاجها لنزول الوزن ومن نوصل الوزن اللي نريده راح نزيد الكمية وناخذ الكمية اللي نحتاجها لثبات الوزن ببساطة لا تقطع شيء انت مو قادر تعيش عمرك بدونه شنو الفائدة يعني انت كنتي تاكلين صمونة قطعتيها شهر راح ترجعين تاكلين اثنين حتى تعوضين لانه شغلة تحبيها بينما انا شو لك انه انت صمونة بهاي الفترة هواي عليك مثلا ليش ما ناخذ نص وبدل ما تاخذين بيضة وحدة تاخذين اثنين او ثلاثة هنا تشوف الموضوع سهل لما توصل الوزن اللي تريده تعلمت على عادات غذائية صحية صارت تتقبل البروتينات بكل الوجبات وصلنا مكان معين صارت تتمرن زاد حماسها لأنه ما محرومة من شيء ودا تنزل وزن هنا نقول لها اي عادي هسه تقدرين تاكلين صمونه ترجعي لها مره ثانيه هي لا راح تقول انا اصلا دا اشبع بنص ماكو داعي ارجع فالطريق الصح واللي نقدر تكون عندنا من عند عادات مستدامه هو الشيء الوحيد اللي يضمن انه اني احافظ على النتائج بعد ما اوصل لها، فاي شخص ما قادر يعيش بدون شغله ليقطعها فتره مؤقته لانه الضرر راح يكون اكثر صح. يعني بدل ما كنتي تاكلين وحده تصيرين باثنين وبثلاثه ما تكفيش لانه الجسم يدفعك لشراهه مفرطه لانه انت حرمتيه من شغله متعود عليها ويحبها. شغلة ثانية أحب أنوه عليها. إحنا خصوصا يعني كعرب أو عراقيين، إحنا عندنا علاقة عاطفية ويا الأكل. يعني إحنا عندنا أكلات يعني الأكل. يعني أنا هسا أجي أنزل وجبة فطور على انستغرام. إنه أجيب مثلا راشي ودبس. إحنا العراقيين نحبه. يعني هو احنا مرتبط عندنا بطفولتنا قاضيها كلها براشي ودبس نحبه فلما اجي اني انزل انه الراشي نقدر نجيبه ملعقه راشي وملعقه دبس وخلوا لكم قطعه جبن ابيض او بيض مسلوق وياها وتريقوا تجيني انتقادات لا الدبس سكريات الدب زين اني اكل الراشي والدبس وقت ما اكون مشتهيته بكميه قليله لو آخذ كمية مبالغ بيها واعتبره فري أكيد لما آخذ كمية قليلة ما راح يكون بها ضرر يعني شغلة أحبها سكر طبيعي سكر فاكهة بس كمية مقننة تناسب طاقتي بذاك اليوم وتناسب احتياجي أفضل بألف مرة مما أنتظر نهاية الأسبوع حتى الصبح أكل كمية مبالغ بيها من راش ودبس أو جيمر الظهر آكل دولمة وبالليل آخذ فاست فود باعتباره فري زين ليش ما آخذ منهم على مدار الأسبوع والشهر بالكمية المعقولة اللي تناسب احتياجي وتضمن انه أنا دا امشي ضمن الخطة اذا أنا دا انزل وزن او اريد احافظ على الوزن فالمرونة هي الاساس الشغلات التعلم العادات المستدامة همنا هي الأساس أفضل بألف مرة من حمية قاسية مدتها قصيرة وضررها أكبر صحيا والوزن يرجع يرجع لا محالة يعني باختصار الحميه الغذائيه القاسيه اول شيء تضرك صحيا وترجع وزنك مثل قبل اذا تركتها ترجع ممكن اكثر ممكن تاخذ حميه صحيه وتشبعك ما تشعر بالجوع بكل سهوله بالضبط ومن توصل هدفك ممكن تزيد مم. كميات الاكل بس يا اكل الاكل الصحي اللي اصلا انت ما حرمت نفسك من عنده وبلشت به يعني انا اشوف اكو ناس تقول لا التمن ما يصير بالدايت زين ليش انت اذا طبخت التمن بطريقه صح بزلت التمن وحطيت له زيت, زيت زيتون مثلا استخدمت مصدر دهون صحيه وصرت دائما هذا التمن تعتمده باكلك يعني حتى لو سويت برياني حتى لو سويت اي نوع غذاء انت تاخذ التمن البزل تستخدم دهن صحي، انت بهذا الشكل ما راح تحرم نفسك وما راح تنفجع عليه باوقات ثانيه، ما راح تجيك شراهه على اكل مو صحي لانه انت مغذي جسمك طول فتره الحميه انت مغذي جسمك وبالتالي هرموناتك منتظمه هرمون الجوع وهرمون الشبع وهرمون الشهيه مستقرات هاي اهم شيء فما راح تجيني شراها ما بعدها اضمن انه اني احافظ على الهدف اللي وصلته جيد طيب خلينا نجي نفسيا شنو هي العواقب النفسيه للحميات القاسيه وكيف يمكن ان تؤدي الى اضطرابات بالاكل بالضبط الدوامه مالت الدايت أو دوامة خسارة الوزن مم. وزيادة الوزن هي بداية بداية للسلوكيات اضطرابات الطعام يعني هي البوابة يعني شخص يعاني من سمنة سوى دايت وبعدها دايت قاسي جسمه ما تحمله صمد فترة معينة وبعد هاي الفترة الجسم دفعنا بشراهة حتى نتناول كميات أكل مبالغ بها. هنا راح يجي شعور الذنب انت اكلتي اكلت هي بس بدون وعي ليش لانه جسمها كان محروم من المغذيات فلما هي اكلت بشراهه وبدون وعي بلش عندها تانيب الضمير هنا تانيب الضمير راح يتصرف الجسم وياه بطريقتين يا اما راح تستمر على الخربطة وتقول هي خربانة خربانة وأنا اليوم خربت وباتشر وتجر وياها أشهر وترجع الوزن بالضبط يا إما راح تعاقب نفسها تعاقب نفسها هم عن عدة طرق يا إما رياضة مكثفة ممكن تدفعها جسمها إصابة تشنج تعب مشاكل بالفقرات أو ممكن تعاقب نفسها بصيام مطول يعني ورا ما اكلت ممكن تصوم يومين ثلاثه بس على المي وهذا الى اضرار لا تعد ولا تحصى يا اما العفو يطلعون الاكل يوصلون المرحله انه هي تخربط وضميرها يانبها العفو وترجع الاكل عن عدة طرق وهاي كلها سلوكيات مرضية تحتاج التوجه للطبيب النفسي يعني أكو أشخاص تقول لا هو أني أكلت خل أجيب نوع شاي آخذه وعفوا يطلع لي الأكل أو أتقيئه يعني هاي السلوكيات موجودة بالمجتمع بس يعني هذا هذا موجودة مرضي ترى. موجودة بكثرة هذا مرض نفسي مرض نفسي يتعاملون وياه كحل لنوبات الشراهة كحل في حين هي مو مو نوبة الشراهة اللي تحتاج أني بضميري اللي يحتاج تحليه او يحتاج تانبين ضميرك عليه هو الحرمان انت يحتاج تعالجين جذر المشكله بالضبط يعني انت يحتاج اصلا ما تدخلين بحميه قاسيه حتى جسمك يمارس نوبات الشراهه احنا دائما شجون يجون يجيبون حلول ترقيعيه يعني هي تجي تريد تعالج نوبه الشراهه عن طريق هاي السلوكيات اللي ذكرتها لك قبل شويه بس هي غلطانه لانه ده تعالج بطريقة غلط راح تدفعها لنوبة شراها أخرى يعني هي لما تحرم نفسها ثلاثة أيام من الأكل أو تصوم صيام بس على المي هي راح تدفع جسمها لنوبة شراهة بعد أسبوع أو أحيانا توصل نوبات الشراهة مرتين ثلاثة بالأسبوع ممكن مرتين ثلاثة باليوم الواحد يأكلون بدون وعي الحل هو أنه أنا أعالج المشكلة من الجذر الدايت القاسي الدايت اللي يحرمكم من الأكل اللي تحبوه والأكل المتعودين عليه هذا دايت ما المفروض تتقربون من عنده لأنه عواقبه وخيمة يعني راح يودينا النقاط بدل ما كنت آني بأربعة خمسة كيلو زيادة أريد أنزلهن لا أنا صرت معرض للاكتئاب معرض للوسواس القهري معرض لنوبات الشراهة اللي مرضية معرض السوء بالتغذية بسبب علاج النوبات الشراهة عن طريق طرق غلط صح. فأني معرض لسوء تغذية هاي السلوكيات للأسف أغلب الناس صارت تعتبرها شي طبيعي وتتعايش وياه و... وما تقول الواحد يعني يخجلون يخجلون من هاي الأشياء فيكتموها بداخل نفسهم بس أنا اليوم أريد أقولها عن طريق هذا البرنامج انه اذا انت تعانين من هذا الشيء فانت تحتاجين معالج نفسي تحتاجين طبيب نفسي وتحتاجين بعدها يعني حتى هاي الحالات من توصلني اقولها انا مختصه بالتغذيه احتاج طبيب نفسي نشتغل على حالتك لانه موضوعك ما عاد فقط مرتبط بالاكل موضوعك تحول الى مرض نفسي يحتاج تعاون من اخصائي نفسي او طبيب نفسي ويا اخصائي تغذيه بهالطريقه راح نشتغل سويه حتى نخلصك من الاثار الجانبيه اللي صارت لك وبدايتها الحميات القاسيه يعني هاي كلها من بدايتها حميه قاسيه طببنا نفسنا بيها وصلنا لوزن مريد فارقه ربما انه يكون اصلا هذا الوزن اللي وصلت له ما مناسب لجسمها يعني وصلت وزن جسمها بيولوجيا ما متعود عليه احنا عندنا كلش اكو مشكله الناس ما تميز بين الوزن المثالي والوزن البيولوجي الوزن المثالي هو خدعة تسويقية ماكو شيء اسمه وزن مثالي صح ماكو هيك شيء ماكو شيء اسمه معادلات تطلع لي رقم معين لازم اكون به لانه احتياجاتنا تختلف نشاطاتنا تختلف طاقاتنا تختلف اعضاء جسمنا همينه تختلف عن طريق الجينات عن طريق العادات الغذائية عن طريق النشاطات اللي نمارسها بيومنا فمستحيل راح تجي معادلة تحسب لي وتحسب لك لأنه إحنا عايشين ببيئات مختلفة أعمارنا مختلفة توجهاتنا مختلفة نشاطاتنا اليومية مختلفة شلون نربط أربط حياتي وحياتك بمعادلة رقمية ما ممكن هالشي يتطبق على الإنسان أكو وزن اللي هو أعضاء جسمك تكون مرتاحة بي يعني أنت جسمك قضى وقت كلش طويل بوزن الستين فصار متعايش ويا يحبه يشتغل بأداء وكفاءة عالية بوزن الستين تجين تريدين الصيرين خمسة واربعين هنا دا تجبرين الجسم يروح بمنحة مو هو بي يعني هرموناتنا غددنا الصماء آه الكمية اللي يحتاجها جسمنا من الأكسجين نبضات قلبنا كلها كانت تشتغل على وزن معين ومرتاحه ده تأدي أداء عالي بهذا الوزن فلما أني أجبر الجسم ينزل بطريقة غلط أنا يعني ما أقول ما ممكن تنزلين وتصيرين بوزن أنحف لا عادي بس استخدم الطريقة الصح إنه أني أكل أكل يغذي جسمي عجز بسيط بالسعرات يعني بدل ما أخذ ألفين سعرة حتى أحافظ على هذا الوزن أصير أخذ ألف وسبعمية أصير أخذ ألف وستمية سعرة أسوي لي رياضة أربع مرات بالأسبوع حتى أخسر وزن بس مال أنت جسمك يحتاج ألفين سعرة وتجين تعيشي لي على خمسمية سعرة اللي هي ما تكفي رضيع بعمر أربع أشهر هنا أنت جدا سوين يعني هنا ايش تسوين بصحتك ايش تسوين بجسمك ايش تسوين بالغده الدرقيه ايش تسوين بالتمثيل الغذائي مال الجسم والحرق ايش تسوين بمخزون الحديد فهاي الاشياء كلها لازم ينتبهوا لها البنات ويعرفون انه ممكن نوصل لاي مكان نريده بس لو سلكنا الخطه الصح والخطه المستدامه لما اوصل شنو راح اسوي بدون ضرر شلون احافظ على هاي النتيجه بدون ما اكون ماذي جسمي هنا تكون اللعبه الصح وايضا لازم نوصل رساله كلش مهمه ينتبهون من الحبوب اللي ياخذوها الابره ياخذوها الشاي المنحف من تريدون تسوون حميه غذائيه لازم تروحون على اخصائي تغذيه مو مجرد اعلان النشر وهذا الشاي ممتاز حتى ينزل الوزن وهذه الابره لازم نتاخذوها تنزل الوزن وهو هسه نشوف من الشخصيات شوف. المعروفه دي يسوون اعلانات مضره بالصحه الاوبر اللي كلش انتشرت بالفتره الاخيره هي علاجات يعني هي بالاساس علاجات المرضى السكري علاجات الامراض معينه عن طريق العلاج لهاي الحالات المعينه اكتشفوا الاطباء انه دا ينزل وزنهم عن طريق العلاج فقط يعني فكرة هاي الأوبر اللي منتشرة هسه هي علاج عن بالصدفة إنه الناس اللي دا تتعالج بهذا النوع من الأوبر دا ينزل وزنها صارت تباع على إنه هي أوبر منحفة هاي الأوبر المنحفة دا يأخذوها أشخاص أصحاء يعني انت انت مريض احنا دائما مرضى ونقول انه لا تعود جسمك على الادويه وانت مريض شو نقول لك نقول لك قوي مناعتك الأدوية بكثرة تضعف المناعة إذا أنت أصلا شخص صحيح ما بيك مرض وصرت تأخذ هاي الأدوية شنو الضرر اللي دتقدمه لجسمك الشغلة الثانية ماكو لا شاي ولا دواء ولا أبر منحفة ولا أي شيء قادر أنه هو ينزل الوزن هاي الأشياء شنو تسوي تقلل الشهية بس يعني انا ماكو شيء اتناوله ويحرق لي دهون ماكو هيك اختراع الطريق التمثيل الغذائي او الحرق بالجسم هو اللي يستخدم الدهون بالجسم للطاقه فاني هاي الادويه وهاي المنتجات تشتغل بطريقتين يا اما تزيد الحرق يا اما تقلل الشهيه وبالتالي راح توفر لي عجز السعرات وانزل وزن زين اذا اكو طريق امن م. وصح وبدون تكاليف يعني هاي الاوبر اسعارها توصل مليون ونص الكورس ومليونين صح. اسعار كلش مبالغه يدفعوها في حين هم نفسهم ذول الاشخاص يقول الدجاج غالي واللحم غالي وما اقدر اكل اكل صحي لانه غالي بس هو قادر يدفعون هذا الشيء صحيح. بالضبط زين اذا اني اجيب اني اصرف على اكل صحي امن أدخل الجسم اكل نظيف ونتيجته مستدامة بدون ضرر صحي يعني هاي النتيجة بدون شحوب بدون دوخة بدون قلة تركيز بدون تساقط شعر بدون تقصف أظافر بدون ما أعاني من أي شيء أنا دا أنزل وزن صح أمارس رياضة آآ يعني أقلل عدد وجبات ممكن، أقلل كمية الأكل ممكن، بس إنه أنا أعوف الحل والطريق المستقيم، وألجأ الطرق ملتوية، فبالأول وبالأخير راح ترجعكم النفس الدوامة صح. وراح يرجع الوزن والشهية مليون بعد ما. نترك الاوبر والمنحفات طيب احنا الوقت داهمنا ولازم نختم بس انا عندي سؤال كلش مهم قبل ما نختم صح بخصوص صح. حساسيه الحنطه طبعا التشخيص بالاونه الاخيره كان الاغلب يروحون يسوون تشخيص يقول لهم قولون م -م. وبعدين يكتشفون انه هي حساسيه الحنطه شنو هي الاعراض اللي تفرق بين القولون وحساسيه الحنطه وكيف ممكن التخلص من عندها بشكل سريع جدا سريع <تصفيق> <تصفيق> حساسيه الجلوتين او تحسس الحنطه هو فد مرضي يعني اكو فرق بين المبالغة بالكمية وممكن تسبب نفخة وبين المرض دائما ما يبلش بالطفولة يعني اذا حالة مرضية وهو بالجينات مالته غير قادر جسمه على تفكيك الجلوتين وهضمه هنا راح يبلش باعراض جدا مزعجة العفو الاسهال الانتفاخ الام شديدة بالبطن وهاي غالبا ما يتشخص كطفل أو حتى بالكبار عادي إنه هو ما منتبه عليها وتبدي تزيد مم. إما الأشخاص اللي العاديين المبالغة بكمية الجلوتين هي اللي تنطي هاي الأعراض وتهيج القولون فبالتالي القولون أكو عدة أسباب حتى تهيجه وعدة أغذية مو فقط الجلوتين فأني أكو أشخاص الخضار الغير مطبوخة تهيج قولونهم أكو أشخاص البقوليات اكو اشخاص الجلوتين اكو اشخاص اللاكتوز اللي بالحليب اني حتى اشخص حالتي صح ودائما اتبع اني هاي الطريقه ويا الاشخاص اللي عندهم اعراض قولون وما نعرف شنو انه احنا نجيب كل الاشياء اللي تضايق الحاله يعني من يجيني شخص عنده مشاكل بالقولون اخذ قائمة من عنده بكل الاغذية اللي تطي الام مزعجة بالبطن او انتفاخ او غازات العفو وهنا نبدي ندخل مجموعة مجموعة كل اسبوع يعني اقول اسبوع راح نقطع الخبز راح الانتفاخ وما مرتاح وكل شي ماكو مشكلتنا بالخبز اذا لا نرجع على البقوليات نعوف الخبز نقطع البقوليات نعوف البقوليات نقطع الخضار الصليبية مثل اللهانة القرنابيط الأشياء اللي بيها ألياف ما تذوب الخضار عندنا انواع خضار بها الياف غير قابله للذوبان حتى الرقي ممكن يسبب صحيح. تهيج بالقولون فهنا نلجا للمجموعات الغذائيه ونقطعها اسبوع بعد اسبوع لحد ما نلقى السبب هنا راح نعرف اللي يضايق قولوننا بالضبط اما ك حساسيه جلوتين فهي مرضيه وحتى لها حاليا تحاليل لقياس نسبة التحسس من عنده ودائما الأطباء هم اللي يشخصوا يعني مرض حقيقي مو مجرد علاج ما إلى علاج غير نقطع الجلوتين ماكو اي علاج غير نبتعد عن مسبب هذه الحساسيه وكلش يعني الاشخاص اللي عندهم مشاكل ويا الجلوتين ضروري جدا لانه من يقطعوه حياتهم راح تتغير، راح يعيشون بجوده حياه مرتبه، راح تختفي عندهم كل الاعراض وكل المشاكل، حتى تفكيرهم يصير اوضح يعني حتى انه ياثر على قراراتنا، صحيح. يعني المشاكل اللي بالجهاز الهضمي تاثر حتى على قراراتنا وعلى نشاط دماغنا فلا لازم الشخص اللي عنده مشاكل بالجلوتين لازم بدون اي نقاش يقطع الجلوتين شكرا جزيلا لوجودك ويانا وعلى المعلومات القيمه اللي حبيبتي. احنا حصلنا عليها من خلالك شكرا جزيلا وصلنا لنهايه حلقتنا وانتظركم بحلقه جديده مع الف سلامه